بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس والترحيب معالي الوزير والوفد المرافق لها. أنا بدوري ذمن جهود الحكومة خصوصا في هذه العشرية الأخيرة في مجال إنشاء الطرق وصيانتها. هذا الجهد موجود وملموس ومشكور ومقدر ولا ريب فيه. عندي بعض الأسئلة تتعلق بالطرق، ما أنا داخل في الصفقات به اللي ما نعرف لها الشيء في الحقيقة، غير عندي سؤالين أساسا يتعلقوا بالطرق. أول سؤال يتعلق بشنو سبب سرعة تلف الطرق في الآونة الأخيرة بالمقارنة مع الطرق القديمة. وفقنا على طريق الأمل، هاي طريق ما نعرفه تثنوب وما فيها تقعار وما فيها تبعاج، والآونة الأخيرة في الحقيقة فعلا ما خالق طريق ما هي مفيدة، يسوى متبعشة ويسوى متقعرة. الناس محتاجة ومحتاجة للطرق ومحتاجة لفك العزلة، ولا لا يعدل لها شيء ما هو مفيد. يسوى شنو يعملها رامب لو يعملها طريق متقعرة؟ غير بعد فهم ملاحظة، فعلا الطريق في الآونة الأخيرة فهم سؤال فعلا مطروح طارحه الشارع وطارحته الناس كاملة، شنو سبب مثلا قلة جودة الطرق بالمقارنة مع الطرق القديمة؟ كانوا من ضعف المواصفات اللي تنطرح الفنية أصلا، قاع هو يخلق مواصفات وطارحت أصلا الدولة والله المؤسسة بها ضعف المادي، طارحة مواصفات عادية للمنفذين، كان هذا هو السبب. والله رداءة المواد المستخدمة، والله قلة المتابعة الفنية أثناء وبعد التنفيذ، والله قلت خبرتهم اللي المنفذ، وقلت تجربته في المجال بالذات، وانا قاعد اعود اخباري في بيع الكراطين وبيع المواد وياسر شيء غير الطرق ما اعرف. رقم اعماله فيها ضعيف وتجربته فيها ضعيفه. انا بعد رافدني رغبه ومسول عن شنو سبب رداءة الطرق اللي عاد خارقه فعلا ملفته، تجبر طريق ذيك هي عطالي وتم لك وتواحد عليه ما بها زيره الا انبعش قدره وتلحقها واحده، وهذا في الحقيقه ما كان يخلق. السؤال الثاني، شنو هو سبب ملي بطء الطرق؟ هذه الطرق بطيئه، ونعطيكم مثال بومدي وبتام شكط، وانا على كل حال نتكلم عنها، وعاد قاع السيد الرئيس ناس تتقنديه من كلامي عنها. يا غير بعد هي في الحقيقه طريقه ذاتيه باطيه، وكان ترنق رنق موجود وكان عنده صالات، من رأيي كان هذا زاد هو من قلة دفع الدولة والجهة المسؤولة دفعاتها المستحقة عليها، والله من ضعف المنفذ وقلة متابعته وقلة خبرته. نختار نعرف شنو سبب ذاك. والسلام عليكم ورحمة الله.